انسان هو بعدا كيسب عباد الله، فكيف يعقل من انسان ملي غير يتبادل السب والشتم بيناتهم؟ يعني كيبقى داكشي في السوشيال ميديا، ما يخرجش بيخرجش داكشي ديال البلطجيه ويمشي يمشي يدعيك. ثاني حاجه الفيديو اللي صرح به لا هو راسو، ثبت على راسو التهمه ديال التشهير الاولى. ثاني حاجه خرج بفيديو كيقول سرك، يعني هذا كيتبت على راسو وكيقول انا ضربته وكذا 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 الى اخره، يعني كيتعنى بالقول. يعترف، هذاك اعتراف واضح وصريح، اعتراف بصوت وصوره. نعم، بصوت وصوره. هذا السيد كيخدم في يوتيوب، دخلته فلوس صحيحه، ماشي كيقوم بمساعدات. سخن عليه راسو؟ لا، ما كيقومش واحد مساعدات الناس المحتاجه، كيمشي كيهوى. شكرا. كيجمع البلطجيه يخلص عليهم الشراب، القرقوبي، السيوفه، كذا كيضربوا يفاصل عليهم، هو اللي كيفاصل عليهم. اش كيدير؟ معليش قرب حدايا شويه محمد، لان هذا الكلام هذا خطير جدا. الفلوس ديالو ديال اليوتيوب، المداخل ديالو ديال اليوتيوب. ومنين سينا مع كيكر مع الصحه، سينا مع الله يسهل عليه، انا ما كنحسدوش، ولكن هذاك فلوس كيمشي كيعطي الشماكريه، كيجيو يدقوا عليه في الدار، قرقوا به هكذا، فلوس باغي نشري لي. علاش؟ الو جو معايا راه البرقه هذيك كذا كذا، هادشي اللي داروا ليا.